الباب عايز ايه؟ انت ليك باقي 100؟ ايوه امسك كده صبر ان شاء الله. لو ليك باقي 100 صبر. معاك 5؟ عايزين 5. معاك 10؟ ايه ماشي كده. والله حد يحكم. طيب ايوه العب اهو، بس عشان بدي للراجل فلوس، ما هو اللي بيدي فلوس من بدري مش هيحصل كده. كابتن مصطفى ظبطه لك اهو عشان ما تقولش الناس بترميه وبتاع. ما انت بترميه هاوي هاود على عمر. احنا كده في فريق 6 نقط. احنا لسه الاحمر 6، احنا 6 نقط صح؟ صح مصطفى ولا سالب؟ اه احنا 6 نقط فعلا، احنا سالب 9. الاحمر اول مره هو احنا الماتش اللي قبل ده كنا عايزين احنا كسبنا ماتشين كسبنا الحمد لله لله الحمد. احنا خسرنا الثلاثة حلو يعني سبب محمد مصطفى مش احسن من مصطفى الثلاثة، بس والله فريقكم حلو يا عم. يا راجل حلو مين بس؟ ده كل شويه الكوره كانت بتشوط. في حد اصلا مش عارف كميه انفرادات اللي زعتها مش عارف ايه. لا ده غير العارضه، انت جاب لك واحده انفراده في الاخر انفراده، والكوره دي برضو اللي هو لو هلعبها لي يبقى اتنين انفراد خلصت. ايه فست برضو ولا ايه؟ ايوه هي مبوزه اخر ماتش يا رجاله بقى. مبوز احسن من المركز. الماتش ده على المركز الاول يا رجاله. الحمد لله انا مش متصور معاك، انا اساسا مش معاكم في الفريق، انا كملت الفريق عشان راجل ما جاش. احسن واحد يخلق العبد الله. انا دايما بسحب القرعه على الناس على الفراسه. عمل على الموبايل. لا عمل على الموبايل هو مقسمه وجاي كاتب الاسامي. لا الكره في مين؟ لا هو كتب الاسامي على الموبايل وبعد كده روت يعني خد. لا حول ولا قوة الا بالله. الاتهامات دي طب اروح فينها فين طيب؟ بدافع عنك. ده الناس شايفه بعينيها وانا بعمل. بدافع عنك اهو. انا شفت. مش مشكلتي بقى. معاك 5 جنيه؟ كذا وكذا. معاك 10؟ معايا 10. تديله 35 وخلاص. مؤاخذة بقى كده كام دي؟ 25. هات انت ال 10 بقى. احكم يا عمرو احكم يا عمرو. عمرو الحكم كده وكده كده وكده. عمرو الحكم يا عمرو ما تبص بقى يا عمرو. يا عمرو ما تخليش الناس تمسك فينا. فاول عليك يا احمد فاول عليك. طب يعني انت شايف فاول عليك يا احمد؟ هو ده اللي كان بيظلمني. بص اللي بيلبسني ده يقول لك عمرو الحكم. هاي يا نهر هايل في التضييع النهارده. هاي الله ينور عليك. ما تجيش الاثنين بقى بالله عليك. تعالى الجمعه. هو عشان بس ما لعبش الاسبوع اللي فات فعب بيلعب بقاله فتره ما لعبش. هاند بول هاند بول هاند بول هاند بول يا كابتن. ارجع بقى هاند بول. اصل انا عمرو. ارجع بقى هاند بول. انا عمال اقول هاند بول والله وانت بتلعب الهوا. انا بقول لك اهو هاند بول. يعني الراجل بيقول لك هاند بول وتقول له مش عارف مين الحكم ده؟ حكم دولي ده. ده جاي انت جاي منين يا ابني؟ من هناك من اخر الشارع. من اخر الشارع. وحشه وحشه وحشه. هو انا برضه مش عارف الناس ولسه فاهم. هتتعرف يا عم هتتعرف وبعد كده من اولها ناقص اثنين. انا والراجل اللي معاك. بس عشان ما تكتبش كده الواحد يا رب مش عايز. جاي متاخر اهو بتاع في ظروف بتحصل للناس عادي. الراجل ده بحط احتياطي. انا بعت الراجل اللي كان معانا. هو مش هيجي تاني. هو مش بمزاج. هو على حسب ما الناس كتبت اسامي. بحط احتياطي. في ناس لا ما اقدرش احط حد احتياطي. ما اقدرش اللي عايز يلعب او زي ده ما بعرفش يلعب واخدينه معانا كمالة عادة. خلي بالك كمالة العادة ساعات بتعمل فرح من لما راح جير راح اتقلب على ويلسون. انا ما شفتوش. انا ببص ضحكت لما لقيته وقع. هو اتصدم. عايز حاجه؟ هو اتصدم. هو على فكره اتصدم. ايه ده؟ ده مهدي وقع.
انا ما خدتش بالي منك اللي انت الناس بتقول الله. طبعا لو قعدت احلف له مليون جنيه، لو قعدت احلف له مليون جنيه زحلق ان انا اتزحلقت قبل ما اجيله الكوره مش هيصدق. انا ما رقصتكش. لا انا ما رقصتكش يا زلمه. انا داخل عليك توقعت ان انت تيجي ناحيه اليمين فتزحلق. لا روح انت واخد الكوره وماشي. طب حد توقعك؟ انا حدش توقعك. حاجه معروفه. ازاي الاثنين دول لابسين احمر وضد بعض؟ اه هو بس يا كابتن مصطفى العب شطر على طول. حازم بس ما فيش مقاس يعني. هو احسن لاعب النهارده. سيد مين؟ اللي كان معانا. لا استلام ولا لا استلام ولا تسلم. ايوه بصراحه هو مين احسن لاعب؟ مين في رايكم احسن لاعب النهارده؟ مين في رايك يا سيد احسن لاعب النهارده؟ انا بوصل رجعي على احمد. لا لا ما بهزرش والله بجد. احمد علي احسن. احمد عمر احسن واحد النهارده. الراجل في واحد هنا. لا 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 احمد عمر النهارده. واحمد عمر مؤثر جدا جدا في الفريق. وحازم برضو مؤثر في الفريق. مؤثر جدا في الفريق. وحازم برضو شايل الفريق ورا على فكره. لا بس حازم النتائج بتاعتهم اولا وحشه. لا مش وحشه. هو لو كسبوا ده هيبقى 6 نقط برضو. لا وكسب. واحمد ده بص عشان فاول مفيش حاجه يا جماعه. هو نزل مش فاول. هو نزل قبل التمكين مفيش حاجه. لا 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 قلنا في فرق بعيد عن الكوره. تاكلنج يا ابني. الاثنين فاول والله. معلش ايوه دي فاول ودي فاول. هو نزل قبل ما يجي له يا جماعه. معانا حكم دولي يا جماعه فمحدش يعترض. اللي انا عملته في الكابتن مجدي النهارده حاجه. يبقى خد احسن لاعب انت بقى. يا ريت يا ريت اخد احسن لاعب على ايه طيب؟ مش عارف بس هنحاول نشوفها لك يعني هندبرها. هو الراجل مشي ليه صح؟ ايه؟ مشي ليه ضايق؟ انا قلت له واحنا قاعدين بره على فكره انت عايز كورس كورس تركيز لان انت فعلا تايه. انا هكذب عليه ليه؟ نازل امتى مصطفى؟ اول مره سيد نازل امتى وعلى مش عارف مين بيلعب مع مين ولا الدنيا ماشيه؟ لا انا بتكلم على الراجل اللي معانا الثاني اللي هو مشي ده. يعني وقف في الجون ثلاث اجوان جوه ورا بعض. خلي بالك مش هقول اساسا وجاي ثاني ماتش الدنيا بدات تظبط معاه بس الراجل اي شوط جون اللي هو يعني حتى ولا تأدي في الملعب ولا تأدي جون. هو خايف من الكوره يصدها. طب واقف ليه جون؟ احنا انا قلت له حتى اطلع انت انا هقف لان انا مش يعني عادي يعني انا مش قصدي فيها حاجه. اطلع انت وانا هقف خلاص. انا على الاقل ممكن احط ايدي مش هخاف منها قوي يعني. بس انا متوقع ايش تقول بس حلو 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 والله مستنيك. ماشي ماشي يا نجم. يا ريت حد ياخد التيشيرتات معاه ويكون نسي عشان احنا كده زهقنا عايزين نجيب تيشيرتات. النهارده المفروض كنت هجيب تيشيرتات للناس بس الراجل ما عندوش لسه ما نزلش. عايزين عشان ندي للناس من وسط البلد. من ايه؟ اسمه ايه؟ مش عارف إيه المحل اسمه مصطفى. اللي هو فين؟ فين وسط البلد؟ في ورا ال ورا اسمها دي ورا ال استنى ورا المدرية. ورا المدرية. هتيجي عندي يعني كده. اه ده برندات. ايه؟ ما يعني هجيب لك حاجة تافهة. سلام عليك. على فكرة أنا بجيب لي الناس الحاجة اللي أنا ألبسها. بس مش براند يعني أصلي يعني. مش هجيب لك بألف وحاجة يعني. طب أنت راجل غني إحنا مش أغنياء. شارع أبو سعيد على الشمال. على الشمال كده. إيه؟ شارع أبو سعيد على الشمال. هو في محل بيبيع جمله انا باخد منه. ما هو ده برضه اصل باخد بروح اخد بالكميه 20 10 بتاع بقى. الناس دي اساسا فاول. الناس دي مستوردين. الناس فاول ارجع. مين اللي بيحكم؟ هو قال بس صوته ضعيف عليت انا صوتي بس هو الراجل اهو. منين بتقول يا كابتن؟ شارع ابو سعيد. اه شارع ابو سعيد. انا مش عايز اجيب القماشه. اي قماشه وخلاص. طب في قماشه ب 65 وفي قماشه جمله اساسا ده 100 جنيه بيبقى نازل عرض اسمه طياره. بص خامه بيجمع بره 200 جنيه ده مصنع اساسا مش لو محل ليه كذا فرع فيه في صفقه في الماشي. انت عارفين يا جدعان انا ما بشتريش بقى لي كام سنه كل تيشيرتات. طب انت عارف انا اللي بجيب التيشيرتات وما جبتش تيشيرت لنفسي. انا بجيب دوت من المحل ده بس. انا من النوع اللي بحب التيشيرتات من غير رقم ونادرا لما الاقي تيشيرت من غير رقم. يعني كل التيشيرتات اللي انا بلبسها دي انا كسبان. اه والله. ما بجيبش شفتهاش والله. التيشيرتات اصلا كتير جدا جدا. مش انا اللي بحكم يا كابتن عشان ما تتهمنيش. انا اللي بحكم بس ما شفتهاش. رحت لعبت دوره السنه اللي
بلاش اتهامات يا كابتن عشان انت شاطر في الاتهامات. كان كرش اصغر من كده شويه. اه والله رحنا لعبنا دوره مين فتحها اللي فتح الدوره دي لا عم فتحها سمير زاهر ومجد ابو غنم ماشي. وكنت الماتش الاولاني كنا بنلعب كوره وجبت ثلاث اجوال وكسبنا الدوره اخر دوره. في الدوره دي الشوط الماتش النهائي ده مصممين ان احنا ما نكسبش مصممين واللفنه وبتاع في اعضاء من شركه ناس موجودين في شكل ما فيش حد ورانا ولا ايه؟ مصممين ان احنا ما نكسبش دوري والوقت يطول واحنا لسه فرق واحد. اوعى كده. لسه فرق واحد. ماشي يا كابتن حكمت. المهم عملنا هيصه قال لك خلاص احنا هنلعب. ارجع الكورة يا كابتن ارجع الكورة. ارجع الكورة. ما عداش 15 ثانية فعلا. وانت عارف بكده قلنا 15 ثانية براحتك. قول ازاي ما عداش 15 ثانية وانا قايل انا قايل لا يا باشا انا قايل الكلام ده على الجروب والله انا قايل الكلام ده على الجروب يعني انا عايزك تخسر يعني ايه؟ اه انا عايزك تخسر. حازم طلع ليه؟ مش عارف. يلا يا كابتن هو فاضل 3 دقايق. ايوه يعني ايه يا رجاله؟ بس يا كابتن 2-0 يا كابتن. الحكم عاطي ظهره انا اللي شفتها. براحتك يا حازم انزل يا كابتن كمل مع الفريق. انزل براحتك يا كابتن براحتك. ابوظ اللعبة على الناس في اخر 3 دقايق. يا نجم